الجزاء عشان لعبتها كلها محترفة ومقدمة بطولة كويسة وبيكسبوا كل الموتوشة، يعني عندهم مدافعين كويسين يعني أملهم على البطولة، بيلعبوا من أول البطولة يعني عايزين ياخدوا البطولة بجد. طبعا الجزائر بيشتغلوا على نفسهم عشان يكسبوا، عندهم جهد عالي، عندهم طموح. الجزائر فرقة حلوة وبتلعب كورة وخطفهم نضيف، بتلعب كرة على الأرض وبتدافع وبتهاجم، فيها هجوم، فيها لعيبة كويسة. رشح الجزائر وبعديها نيجيريا، فرقة بتاع الكورة من زمان. أفضل الجزائر. الجزائر طبعا بتلعب عندها طبعا خط وسط كويس وهجوم كويس، بالك وبعدين يا مرشحنا اللي هي تاخد الكاس الأمم الأفريقية. اللي يكسب البطولة حاليا دلوقتي نيجيريا، لأن هي بتقدم كورة هجومية بطريقة لعب أصلا أنت شايف في روح لعيبة بتلعب. السنغال، ساديو ماني عالي قوي السنة دي وحقق كذا فوز ورا بعض، هو اللي مكسب السنغال، فطبيعي طبعا السنغال هي اللي تاخدها. مع طبعا الجزائر، الجزائر رياض محرز عالي قوي، فأنا برشح النهائي يكون ما بينهم. هو أنا شايف إن في ثلاث فرق حلوين جدا عاجباني بصراحة، اللي هو السنغال ونيجيريا والجزائر، بس انا شايف ان هو افضلهم الجزائر. يعني عاجبني بصراحه، فريق حلو جدا وسريع، المدرب بتاعه حلو. هي الجزائر والسنغال الاثنين بصراحه قريبين جدا ان هم واحد فيهم يكسب. يعني السنغال هو اللي يستحقها بجد. ارشح منتخب تونس، لان يوجد يعني بيوجد فيه لاعبين كويسين ومحترفين طبعا، وبيلعبوا مجموعه واحده وفاهمين دماغ بعض، فهو فريق ممتاز يعني بصراحه. الجزائر عشان اللعبه باين ان هو لعبه جامد، يعني انت مش شايف البطوله واخديها اصلا من الاول من اللعبه. السنغال طبعا، ساديو ماني عالي بقاله من اول البطوله وهو عالي. السنغال والجزائر برضو في النهائي ان شاء الله مع بعض، بس السنغال هي اللي هتاخدها. السنغال، ساديو ماني مكسر الدنيا يعني، وفي روح حلوه جوه الفريق، منتخب جماعي والناس شايفه بعضها، محدش شايف نفسه على التاني من الاخر يعني. والمفاجاه ممكن تكون مدغشقر، هو الحصان الاسود لحد دلوقتي مدغشقر.